استطاعت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين الحفل الخيري الذي أقامته أخوية القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في ماركا بمناسبة عيد القديسة بربارة. اشتمل الحفل الذي حضره كاهن الرعية الأب صفرونيوس حنا على تقديم جوائز وتوزيع هدايا وإقامة عشاء محبة. شهداء العهد القديم، شهداء السابقين، شهداء تاريخ الكنيسة في البدايات لما كان الإنسان يشهد للمسيح بإيمانه القوي. هون بس من نركز عليها إنه كيف إحنا دائما ندافع على إيماننا، ندافع إيماننا في قلوبنا، نثبته في قلوبنا أولا ومن ثم ندافع عنه في لساننا للناس الآخرين. فإذا ما كان ثابت بقلبنا شهادتنا بتكون متزعزعة ومهزوزة قدام الآخرين. فدايما خلوا إيمانكم قوي. وكيف بدنا نقوي إيماننا؟ بقراءة الإنجيل وحضور الصلوات والبقاء بجانب وحمى الكنيسة دائما، في حضن الكنيسة بتلاقوا إيمانكم. لأنه إذا طلعنا من حضن الكنيسة وطلعنا من دائر أسوار الكنيسة منضيع بمشاغل الحياة، منضيع بهموم الدنيا، منضيع من الأخبار السامة والمسمومة اللي بنسمعها بالأخبار كل يوم، منضيع من المآسي والكوارث والأوبئة والفيروسات والكورونا، منضيع